ابرز الاجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه المرحله الاتي: استكمال بناء خريطه المعلومات لمسرح العمليات من خلال قيام اجهزه جمع المعلومات، بتنفيذ خطه مكثفه لاعمال الرصد الدقيق لتحديد وكشف مناطق البؤر الارهابيه بشمال ووسط سيناء بالتعاون مع اهالي سيناء الشرفاء، إعادة تنظيم وتشكيل وتدريب قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتحديد المهام والمسؤوليات على الأرض داخل قطاعات العمل، تنفيذ مخطط تدريب واقعي ومكثف، وتنظيم التعاون بين قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ المهام المخططة، رفع كفاءة التجهيز الأندسي والارتكازات الأمنية لتوفير التأمين والحماية للقوات أثناء تنفيذ المهام، تأكيد جاهزية المنشآت والوحدات الإدارية والخدمية بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق الكامل مع أجهزة الحكم المحلي، وتنفيذ خطة تأهيل نفسي ومعنوي للقوات المشتركة في العملية يرتكز جوهرها على الالتزام بعقيدة القوات المسلحة النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن في إطار من الالتزام الأخلاقي والإنساني، التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لصالح العملية في الإجراءات الآتية. ومن هنا يا فندم بأكد لسيادتك إن كل الإجراءات في الإعداد والتنفيذ تمت على أكمل ما يكون، سواء في داخل أجهزة القوات المسلحة أو بين القوات المسلحة والشرطة المدنية ومع كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك للتأكيد على البعثات الدبلوماسية في الخارج من خلال مكاتبها لإظهار عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية والمطلوبين جنائيا أو المتسللين عبر الحدود. وده يا فندم تم التنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات بذات الشأن. استمرار تنفيذ خطة التنمية الشاملة بسيناء والأنشطة السياحية والدينية والثقافية والترفيهية والعلاجية. فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لتبادل المعلومات المتصلة وحركة العناصر الإرهابية ونشاطها، مع إعداد قوائم بالمطلوبين أمنيا والتعامل الفوري معها. دقة فحص العائدين من بؤر الصراعات بالمنطقة لضبط العناصر المتطرفة حال عودتها من مناطق الصراعات المختلفة أو المتورطين في ارتكاب عمليات عدائية بالبلاد أثناء محاولتهم الهروب. تحديد مصادر تمويل عناصر التنظيمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتكثيف منابعها. قيام وسائل الإعلام بفتح مخططات التنظيمات الإرهابية ونشاط قيادتها بالخارج بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، مما يسهم في زيادة الوعي الجماهيري واصطفاف المجتمع خلف مؤسسات الدولة. تنظيم قوافل دينية إلى المجتمعات السكانية لزيادة الوعي الديني المستنير ونشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وإزالة الآثار السلبية والأفكار المغلوطة من أذهان الجماهير. دعم عواقل وشيوخ القبائل على المستوى الرسمي بما يسمح بعرض المطالب والمشاكل الخاصة بهم وأنسب الحلول المتاحة بما يحقق الاستقرار المجتمعي. دفع أطقم طبية وعربات إسعاف للمشاركة مع القوات المسلحة في أعمال التأمين الطبي للمواطنين في مناطق العملية. استمرار تقديم الخدمات اللوجستية والتسهيلات اليومية اللازمة لأهالي سيناء.
المتابعة المستمرة للمطاحن والمخابز القريبة من مناطق الأحداث وتغطية احتياجاتها ودفع سيارات مجهزة لتوزيع السلع الغذائية، صرف تعويضات مالية ومعاشات استثنائية ومواد تموينية في إطار أعمال الضمان الاجتماعي. المرحلة الثانية يا فندم واللي احنا بننفذها حاليا، بيتم تنفيذ عملية شاملة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بشبه جزيرة سيناء وفرض السيطرة الأمنية وعودة الحياة الطبيعية والقضاء على أي تهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبدأت اعتبارا من ساعة 700 يوم الجمعة الموافق 9/2 من خلال تنفيذ الإجراءات الآتية. وأتمنى يا فندم أرجو أن لا أكون بطيل على سيادتك. تنفيذ القصف الجوي المركز والقصف المدفعي على المناطق والبؤر الإرهابية والتوسع في أعمال قتال الصاعقة البحرية والقوات الخاصة والمراقبة الأمنية المسلحة والإعاقة الإلكترونية وإحكام الحصار في شمال ووسط سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية. تنفيذ المسح الأمني للمدن بعد حصارها وتسجيل المواطنين والقبض على المشتبه بهم بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء. تنفيذ أعمال الحصار والتفتيش في توقيت متزامن لكافة القطاعات وعزل قطاع شمال سيناء لحرمان العناصر التكفيرية من التسلل إلى وسط وجنوب سيناء وغرب قناة السويس باشتراك الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والجيوش الميدانية والقوات الخاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية. استمرار أعمال التفتيش والتمشيط للمناطق المفتوحة من غرب المجرى الملاحي لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، معاونة أهالي سيناء بمنطقة العمليات. ودي كانت أوامر سيادتك يا فندم إن احنا أثناء تنفيذ العملية يكون حجم الاهتمام اللي بنوليه للعملية لا يقل، بالإضافة إلى كل الإجراءات اللي بتتم علشان نوفر التأمين الكامل لأهالينا في سيناء. في إطار الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثر مناطق شمال ووسط سيناء بالجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب ولتخفيف العبء ورفع المعاناة عن أهالي سيناء، تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاستمرار الإمداد بالسلع الاستراتيجية الأساسية لمناطق العمليات. أثناء العملية تم إمداد مناطق العمليات بالاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والأدوية الطبية والمواد البترولية طبقا للآتي: عدد 615 طن من اللحوم والدواجن والخضروات والأصناف الجافة بإمكانيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، توزيع عدد 71,120 حصة غذائية من القوات المسلحة لأهالي سيناء بمعدل توزيع يومي 5,000 حصة. وبيتم دلوقتي يا فندم طبقا لتوجيه سيادتك بتكثيف الكميات دي ومضاعفتها خلال الأيام القادمة. توفير اللحوم والدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة. الإمداد بغاز البوتاجاز بإجمالي 120 طن غاز و 9,600 اسطوانة غاز، بالإضافة إلى 13 طن أكسجين سائل للمستشفيات. الإمداد بعدد 400 طن دقيق و 450 طن قمح. الإمداد بوقود لصالح مركبات الإسعاف ومركبات المحافظة والشرطة المدنية بإجمالي 35,000 لتر بنزين و 68,000 لتر سولار. توريد أدوية وأمصال خاصة للتأمين الصحي لصالح مخزن أدوية سيناء التابع لمديرية الشؤون الصحية. دفع عدد 72 طبيب تخصصات مختلفة في إطار بروتوكول الأطباء بالجامعات المصرية. التصديق بنزول 50 حالة لمرضى الأورام
للعلاج بمستشفيات محافظة القاهرة، تأمين مغادرة عدد 1529 طالب جامعي من أهالي محافظة شمال سيناء إلى الجامعات المصرية، ولتنظيم الأوضاع الأمنية والقانونية يا فندم لمواطنين المقيمين بشمال ووسط سيناء. تقوم الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية باستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي واستخراج رخص القيادة وتسيير المركبات والدراجات النارية، وتم استخراج عدد 9826 بطاقة رقم قومي وإصدار 8772 شهادة ميلاد واستخراج عدد 140 شهادة وفاة واستخراج عدد 1239 قيد عائلي. القيادة والسيطرة، يتم القيادة والسيطرة يا فندم للقيادة العامة للقوات المسلحة على أعمال القتال للعملية الاستراتيجية من خلال مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة ولسيادتك مشرفه حاليا، وبيتم سيطرة الأفرع، يتم السيطرة للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية من خلال مراكز القيادة كل في نطاقه. عدد الجيش الثاني والثالث يا فندم بيتم متابعة أعمال قتالهم من مراكز قيادة متقدمة هنا داخل سيناء.